السلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وأعزائي في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الجديد المشهد الاستراتيجي. هذه الحلقة سنحاول أن نستكشف معا مشهد العالم مع الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأن هذه الرئاسة هي محطة نوعية حقيقة على مستوى المشهد الاستراتيجي، وسوف نشرح لماذا وكيف وما هي الآفاق التي تؤسس عليها وتبنى عليها. طبعا الأمر لا يتصل بأن المرحلة الرئاسية بذاتها، يعني مجرد إعادة انتخاب الرئيس بوتين، هو حدث استراتيجي، أصلا حدث متوقع، لا يوجد منافس جدي يعني رئيس بوتين. التعديلات الدستورية اللي انعملت، المناخات التي رافقت الانتخابات، كلها كانت يعني توحي بحتمية إعادة انتخابه. لكن الحدث عم يعطينا مفصل بالزمن، انه نحن قدام ولايه 6 سنوات قابله لاعاده تجديد بعد مره ل6 سنين ثانيه، يعني ل 2036 نحن بحقبه القيصر فلاديمير بوتين. هاي الانتخابات عم تجري باشد لحظات الضغط الغربي قسوه على روسيا. يعني اذا الغرب بده يفكر يعمل شيء ليطيح ببوتين اللي هو الخصم العنيد واللي شكل تحدي حقيقي للسياسات الغربية والمصالح الغربية، واللي وضعت خطط لاجتثاثه واقتلاعه وتدمير روسيا وتحميله مسؤولية هذا التدمير أملا بانقلاب روسيا عليه، ما رح نتخيل أكثر من الذي حدث خلال السنتين الماضيتين. عقوبات، حزمة عقوبات تدمر الاقتصاد الروسي، تنهي المصارف، تفلس العملة، تدفعها للانهيار، وبلشوا يحكوا انه هلا العمله بقت تعبى باكياس الورق مثل العمله الفنزويلي وكلام من هذا النوع، وانه خلص خلصت روسيا، البنوك الروسيه انهارت، العمله الروسيه انهارت، وبدا الحديث بالتناوب، يعني من الالماني للفرنسي للبريطاني للامريكاني لهي رئيس الاتحاد الاوروبي، كلهم يعني انه خلص تخبزوا بالافراح خلصت روسيا. ثم بعدما نجت روسيا من هذه الضربه القاتله، الرهان ان الحرب سوف تنهي روسيا، انه عندك بنية شعبية أوكرانية جرت تعبئتها على أساس وطني والدفاع عن الوطن، وعصبية تاريخية أصلا أوكرانية معادية للروس، بينما الروس لا يجدون أن لديهم قضية في مجاراة بوتين بحربه على أوكرانيا، ما في خطر، مصدقينه أنه والله الناتو جاي يهاجم على روسيا وبدها تدافع عن حالها، فحتى قضية من أصول روسية لا تستثير الحمية الروسية، وتعتبر يعني الجماهير الروسية أن عليها أن تتسابق في الذهاب إلى الجبهة للدفاع عن الوطن كما حدث أثناء الحرب العالمية الثانية مع الغزو الألماني لروسيا الذي دق أبواب موسكو بعدما أسقط عددا من مدنها الكبيرة. بالتالي ما في توازن بدرجة الانفعالية الشعبية والاستعداد للانخراط الأهلي في هذه الحرب. والأوكران مقاتلين، الغرب عنده مشكل في بذل الدماء منذ العولمة، لأنه يعني عقم الروح الوطنية عند شعوبه، قال لهم ما بقى في أوطان، ما بقى في هويات، ما بقى في قضايا، ما بقى في عقائد، ما بقى في شيء بيستاهل الموت، روحوا اركضوا، ظبطوا أحوالكم، صرفوا، عيشوا، استهلكوا. فشيء المجتمع، شيء الأفراد، فإجا البنية الأوكرانية أن تكون هي البنية التي تنوب عن جيوش الناتو في عملية الاستعداد لبذل الدماء، وبالتالي قدر عبر هذا، لأنه هو بالباقي ما قصر، يعني المال أمريكي أوروبي صار مكلف الحرب لحد 1 تريليون دولار رغم الأكاذيب واحتساب فقط الأكلاف المباشرة التي دفعت كأموال، الأسلحة ببلاش، كل شيء بدون نقاش عم ينعطى لأوكرانيا، يعني حلف الناتو عم بيقاتل بكامل استخباراته وأقماره الصناعية وأمواله وأسلحته مع بنية بشرية أفضل منه، يعني فبالتالي هو مش أنه مخفف حجم التورط بعدم الذهاب بجيوشه للقتال، هو مختار أفضل أشكال التورط للقتال. ورغم ذلك روسيا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري تمكنت بقيادة بوتين من احتواء هاتين الحربين، الحرب المالية والحرب العسكرية، والانتخابات هي ترجمة لرأي الشارع الروسي بقيادة بوتين لهاتين الحربين وفوزه بهما، لأنه كان ممكن بوتين ينتخب من خلال ترتيبات، ما كل الانتخابات بكل العالم هي نسبية، يعني وظلها بأمريكا الشعوب يعني هي التي تختار، ما في آلية انتخاب بقلب الحزبين معلبة
وفي تمويل وجمعيات المانحين والشركات مسيطرة على العملية، يعني والسوشيال ميديا ودورها وهذا، لكن بنسبة ما في درجة من التمثيل لعصبية، لغالبية لا عابرة للعصبيات. اليوم بروسيا نحن قدام غالبية تمثل أطياف المجتمع الروسي، وجدت أن إدارة الرئيس بوتين، هذا وين بيترجم؟ بنسبة المشاركة ونسبة التصويت، بالإجماع على شرعية الانتخاب، بالمزاج العام اللي بيقدروا يعرفوه الأجانب أكثر من أولاد البلد، أنه الآن بوتين يولد كزعيم وليس كرئيس، لأنه ما خرج به بروسيا به من خلال هذا المطهر، مطهر الحرب، مطهر التحدي المالي، كان معجزة. معجزة أن يصمد الروبل الروسي، معجزة أن يتحول قطع الغاز والنفط عن أوروبا بقرار أوروبي أملا بانهيار روسيا إلى ورقة قوة لصالح روسيا تصنع لها مكانة ودور في الأسواق وفي السياسة، وإلى ركود أوروبي وتأزم أوروبي واحتباس اقتصادي في أوروبا، ثم نهوض روسي. الآن روسيا تنتقل من 1.7 تريليون إلى 5.3 تريليون، يعني أضعاف مضاعفة بحجم اقتصاداتها قياسا بدول أوروبا التي تراجعت، والآن ألمانيا تقف وراء روسيا، يعني روسيا الآن الدولة الأوروبية الأولى اقتصاديا. روسيا عسكريا حسمت مكانتها الأولى على مستوى السلاح الاستراتيجي، فما عاد في أمل لا للناتو لا لأمريكا منفردة بلحاق روسيا في سباق التسلح الاستراتيجي بالصواريخ الفرط صوتية التي تفوقت بها وتميزت بها وفرضتها نمطا جديدا في السباق لم تدخله بعد أمريكا، معها صواريخ الدفاع الجوي الأمريكي عاجزة عن ملاحقة بل عن ملاحظة الصواريخ الروسية إذا ما وقعت مواجهة نووية، وبالحرب البرية أو بالحرب الكلاسيكية خلينا نقول أمريكا تعاني نقصا في الذخائر، أمريكا ما عادت قادرة لا هي ولا الناتو أن تؤمن لأوكرانيا حاجاتها من الذخيرة لمواصلة الحرب. الأموال بدأت الضغوط داخل الرأي العام الأمريكي، خصوصا أنه ليش لا أنت بدنا نضل ندفع، هاي الحزب الجمهوري رافض أصلا أن يشمل بالموازنة، عطلة كلها كرمال تمويل حرب أوكرانيا، وهذا تعبير عن شرائح ضخمة في الرأي العام الأمريكي إذا بدكم، يعني هي الشرائح التي تمثل أمريكا التقليدية، أمريكا البيضاء، لأنه اللي وراء الحزب الديمقراطي هني وراء الأيديولوجيا، الأيديولوجيا فايت ببعضها، يعني جزء منها حكي يساري، جزء منها له علاقة بالعولمة والشركات النيوليبرالية، جزء منها له علاقة بالمثلية وإنسان القرن ال21، وبالتالي الحديث عن إنسان جديد، إنسان لا هوية له، لا دين ولا قومية ولا قضية، وزيادة عليه ولا جنس أيضا، يعني وحتى في يكون مش إنسان، يعني في يختار يكون كلب، يكون أي شيء آخر. هذا هاي الفلسفة الأيديولوجية التي تحكم مشروع الحزب الديمقراطي، فهي يعني من كل وادي عصا تلفيقة، بينما أمريكا الأصلية، أمريكا التقليدية، أمريكا الخام، هلأ اللاتينيين والسود والمسلمين والملونين بيروحوا وراء الحزب الديمقراطي لأنه الحزب الجمهوري بزعامة ترامب عنصري، يعني مش تارك لهم محل بأمريكا، لا يعترف بهم كمواطنين ويعاملهم يعني كمواطني درجة ثانية مرشحين للتهجير، فالمنطق يروحوا على المحل اللي حتى لو فيه كثير من الأشياء التي لا ترضيهم، كما هو حال مثلا الجاليات العربية الإسلامية في قضية غزة، كما هو حال الكاثوليك في قضية المثلية، كما هو حال والمسلمين معهم طبعا، كما هو حال اللاتينيين في قضية الهجرة وهكذا. وبالتالي التوليفة تاعت الحزب الديمقراطي يعني ما بتعبر عن البنية الأمريكية الأصلية التي ضاقت ذرعا بتمويل أوكرانيا، بينما هي بقيا يعني بينما الحزب الديمقراطي تمويل أوكرانيا له علاقة بالرؤية الأيديولوجية. طيب رغم كل هذا الشيء، رغم هذا التمويل، رغم هذا التسليح، الآن يدخل في أزمة تمويل وتسليح، وجدته الحاجة لتمويل إسرائيل اللي بتشكل أولوية بحجم التحدي اللي بيمثله غرب آسيا، يعني منطقتنا نحن التي يسمونها بالشرق الأوسط، هاي المنطقة اللي فيها النفط وفيها الممرات المائية أكيد يعني تزداد وتتقدم وتتفوق على أهمية أوكرانيا، رغم حيوية التحدي مع روسيا على الأقل عم بتحاول أمريكا تخدم بالمحلين ومقصرة بالمحلين. طيب بدأت روسيا هجوم معاكس بريا، هذا ثابت بعد سنة من الانتظار
والأحلام والآمال، الهجوم الأوكراني، الهجوم الأوكراني، الهجوم الأوكراني، تمخض الجبل فولد فأرا وانتهى الموضوع وسحب من التداول وسلم الغرب كله، ما في هجوم أوكراني. الآن الحديث عن خطر سقوط أوكرانيا. الناتو، أمين عام الناتو بيقول تنتظرنا أيام سوداء لا نعرف متى تأتي، لكن خلاص أوكرانيا انتهت. الآخرون في أوروبا يرتعدون خوفا لأنه روسيا اقتصاديا ما عاد في إمكانية لردعها، عسكريا ما في إمكانية لردعها، استراتيجيا ما في إمكانية لردعها، وأمريكا تتراجع وهم في الجوار الأوروبي الروسي، وروسيا دولة أوروبية في نهاية المطاف، وبالتالي في أجزاء من أوروبا بنحط على جنب الألماني والفرنساوي والإنجليزي وبناخذ الدول الأخرى في أوروبا، خاصة أوروبا الشرقية التي كانت في الماضي ملاذا روسيا. إعادة الفك والتركيب في العلاقات معها جارية على قدم وساق، والرئيس بوتين حاطط قدامه خريطة أوروبا الشرقية وكيفية إعادة ترتيب العلاقة معها، ما بده يضمها ولا بده إياها روسيا الاتحادية ولا بده إياها شيء، بده إياها خيارات مستقلة في رؤية جديدة لروسيا تبني على حساب المصالح. بدكم نفط روسي، نحن جاهزين نبيعكم، طلعوا من العقوبات الأمريكية. وهذا بدأ الآن يجد له أساسا، نراه ونقرأه في تصريحات رؤساء حكومات ووزراء خارجية في عدن، ما عاد الأمر مرهون بس بهنغاريا وتشيكيا وثلاث أربع دول أوروبية، بدأ يتسع ليشمل مروحة أوسع وسيتسع أكثر، وستشق أوروبا عصا الطاعة على أمريكا في العقوبات وعلى الاتحاد نفسه وعلى المكابرين في الاتحاد نفسه، وبالتالي ستنشأ أوروبا جديدة أقرب إلى روسيا، أو ستنقسم أوروبا على ذاتها. فإذا نحن قدام مرحلة أول سماتها على المستوى الاستراتيجي أن الصعود الروسي غير قابل للاحتواء، بشو بده يحتوي الأمريكاني؟ ما فعل في مجال احتوائه أقصى ما يمكن أن يفعل، ما في إمكانية لاحتوائه، الربح عليه صار استحالة. طيب الوصول إلى تسوية معه يعني التسليم بأنه شريك متساو وند كامل للأمريكي، هذا يعني أنه أنت ما خصك بأوروبا، نحن والأوروبيين بنتفاهم، يعني خروج أمريكا من أوروبا، خروج أمريكا من أوروبا ضربة على الرأس بتعمي، يعني أمريكا تتحول إلى دولة وراء المحيط الأطلسي، وبالتالي إذا الكلفة عالية مثل ما بنحكي عن فلسطين، كلفة الهزيمة تعني نهاية الزعامة الأمريكية وتسليم بفشل مشروع الهيمنة والسيطرة والسطوة الأمريكية، يستصعب الأمريكي قبول هذا التنازل فيحجم عن التسوية وتستمر حرب الاستنزاف التي يربحها الروسي بالنقاط، يتقدم اقتصاديا، يتقدم عسكريا، والرهان الأمريكي عنوانه أوكرانيا، أوكرانيا تتلاشى، تضمحل، تضعف، تتراجع شيئا فشيئا حتى الانهيار. طيب إن إجا لتسوية فكرس الزعامة الروسية، وإن استمر في المناورة والمواجهة والإنكار والمكابرة تفككت أوروبا وأعيد فكها وتركيبها وفقا لمشيئة روسية ولرعاية روسية، وبالتالي أول الملامح الاستراتيجية القادمة هي هذه، هي أوروبا جديدة. اثنين، نحن عم نحكي عن عالم يتداخل ويتأثر ويؤثر بعضه ببعض، يجري هذا في روسيا بينما في أمريكا في ألف سؤال وسؤال حول الرئاسة، وعادة المشهد السياسي الداخلي بيعكس درجة استقرار المجتمعات ونهوضها، يعني لما بيكون أي حزب سياسي حامل مشروع صاعد ويبشر بالأمل بالقدرة على الإنجاز بتكون الانتخابات الرئاسية أقرب إلى العملية الشكلية التصديقية على النتائج كما جرى في روسيا. وبأمريكا مرقت مراحل كثيرة هيك، انتخابات جورج دبليو بوش اللي يعني إذا انحط قدام ألغور بالميزان على مستوى الثقافة والفكر والعقائد والأيديولوجيا ومستوى النباهة ومستوى الحنكة السياسية بيطلع تلميذ صف روضة، لكن فاز في الانتخابات لأنه كان مشروع الهيمنة على العالم يملك مقومات، أنه أمريكا الدولة الأعظم ماليا، الدولة الأعظم عسكريا، انهار خصمها الاتحاد السوفيتي وتفكك، وهذه فرصتها لتحكم العالم. فالأمريكان مثل اللي هلأ الإسرائيليين اللي ماشيين وراء نتنياهو، أنه عطش للدماء، ولذلك بايعوا جورج دبليو بوش باحتفالية، هزم شر هزيمة ألغور في عام 2000 اللي كان نائب الرئيس أيام كلينتون، وجاء المحافظون الجدد إلى الحكم بحروبهم لأنه في مشروع صاعد، مشروع يوحي بفرصة التحقق، بفرصة الإنجاز، بفرصة الانتصار. لما فشل مشروع جورج دبليو بوش انفكوا عنه وراح وراء أوباما اللي وعدهم بإنهاء الحروب، كذاب منافق، بس هذا كان الوعد،
ومعه كان في وعد بحل قضية الشرق الأوسط والابتعاد عن إسرائيل إذا بتتذكروا، ثم ما لبث أن تراجع عنه أوباما. وبالتالي إذا المأزق والاستعصاء الانتخابي اللي عم تعيشه أمريكا من يعني 8 سنين تقريبا، لكن بلور أكثر بعد ولاية ترامب وانتخابات بايدن في عام 2020 بوضوح، باقتحام الكابيتول والانقسام الأهلي الممتد طوال ولاية بايدن هذه. نحن أمام خلاصة تقول أن بايدن لم ينجح لا باحتواء روسيا ب4 سنوات وهو يتحدث عن أولوية مواجهة مع روسيا والصين. من أول يوم قبل الانتخابات كاتب مقال بالفورين أفيرز، 4 سنين ما قدر عمل شيء، بالعكس زاد التحدي الروسي وزاد التحدي الصيني، والآن فوجئ بالمنطقة تنفجر بوجهه من طوفان الأقصى. يعني فشل ذريع في الحديث عن الرؤى الاستراتيجية، نجاح مبهر لبوتين في الحديث عن التحديات الاستراتيجية وكيفية احتوائها وإدارتها. فإذا ما ناخذ بالأول في الإمساك بزمام المبادرة، الممسك بزمام المبادرة هو الروسي، هو بوتين، والذي يضع أهدافا ويفشل في بلوغها هو الأمريكي. لا قدر يتفرغ ولا قدر لما تفرغ ينجز، ما قدر يمسك زمام المبادرة في الوضع الداخلي أصلا، لا يزال الانقسام والاستقطاب هلا بعد استطلاعات الرأي مثل كأننا عشية انتخابات ل 2020. يعني نقطة بالزايد نقطة بالناقص بين بايدن وترامب. واضح أنه رغم الملاحقة القضائية ورغم كل شيء عمل بوجه ترامب، ورغم عين يعني سود في المحكمة العليا وعين مثليين في الوزارات، وهذا ما بين أنه أمام تحدي مثل غزة فرطت كل البنية الشعبية التي توهم أنه أسس لها، وهو قدام خيار من اثنين، يا بيتخلى عن إسرائيل، يعني هو على طول أمام خيارات خاسرة، يا بيتخلى عن إسرائيل ليكسب الشارع الديمقراطي المنتفض فيخسر إسرائيل، يعني يخسر مشروعه الاستراتيجي، يا بيتمسك بإسرائيل وبيخسر شارعه، بكل شيء هيك، بكل شيء. وبالتالي إذا هذا هي مآزق الوجود والبنى، هي لما بنقول الأمم والإمبراطوريات عندما تدخل في طور الأفول كما يرسمه ابن خلدون، بصير كل خيار ممكن تاخده له مترتبات في الخسائر، بينما الخيارات الصاعدة الأمم الصاعدة بتكون خياراتها مفتوحة، قادرة على تحمل إدارة الوقت براحة، ليست محشورة في زوايا ضيقة، إذا ذهب خصمها إلى هذا الخيار فهي رابحة، وإذا ذهب إلى ذاك الخيار فهي رابحة. مثل ما هلا بنقول إسرائيل إذا إجت على حرب على حزب الله يا هلا ومرحب، هو حاضر وجاهز وقادر، وإذا هربت من الحرب نحو وقف العدوان على غزة فهو رابح أيضا. هاي الوضعية الاستراتيجية اللي هي بمعادلات استراتيجية والحروب من الثوابت يعني التي تكرسها تجارب التاريخ. فبالتالي أمريكا التي فشلت في احتواء التحدي الروسي بإدارة أعلنت أصلا من يوم الانتخاب أن هذه مهمتها وفشلت، ثم فشلت في احتواء أزمتها الداخلية، وتفشل في المجالين في أن تمسك زمام المبادرة. فبالتالي بين رئاسة المرشح فيها ببشر بحرب أهلية بيقول نهر من الدماء سوف يجري مع الانتخابات الرئاسية، وبين رئاسة سلسة فيها غالبية شعبية تتوج قائدا وزعيما. والحكي عن تكافؤ الفرص، يعني الديمقراطية الأمريكية والغربية حاجة يقنصوا عليها، الديمقراطية اللي جابت سوناك ببريطانيا واللي جابت ماكرون بفرنسا هي ديمقراطية أطفال أنابيب، يعني إنه كلها معلبة ومصنعة بالمعامل، يعني لا دور حدا بده يقنعنا إنه الرأي العام الفرنسي اكتشف عبقرية ماكرون خلال 3 أشهر، والله صنع ولعبت لعبته ودفعت التكتلات من خلال السوشيال ميديا والإعلانات وسواها وتشكيل الأحزاب وتنظيم وإدارة العملية الانتخابية ليأتوا به رئيسا. يعني سوناك مين كان سامع فيه قبلها؟ ببريطانيا نفسها بقلب الحزب نفسه مين كان ناكشه من أرضه؟ مين كان عامل له حساب؟ يعني جيء به بدل عن ضائع لأنه في مأزق. ولما بتوصل المآزق المتتالية بين المهرج بوريس جونسون، بين العنصري اللي عنده عقد الذنب، يعني الهندي اللي صار انجليزي وبده يثبت للانجليز انه هو ضد الهنود وضد كل ما هو غير انجليزي، هذا يعني انه الامبراطوريه تنهار، هذا يعني انه النموذج عم يسقط. فرنسا شارل ديغول وفرانسوا ميتيران يجي هذا اللي بفيق الصبح بيحكي كلام المساء ببطل عنه، واللي لما بتحكه بتلاقيه الاشد عنصريه شوي بيطلع بيعمل لك خطابات بحقوق الانسان، هذا يعني الصبي اللعوب
غلطة عمره مثلا، قصة رئيس وزرائه ووزير خارجيته دليل خفة ودليل تفاهة وعجز عن فهم فرنسا ودرجة المحافظة في البيئة الاجتماعية الفرنسية. حدا بيجيب رئيس حكومة ووزير خارجية زوجين مثليين بفرنسا الكاثوليكية، قد ما تطورت الأمور وراحت ثقافة المثلية وثقافة الانفتاح والحرية، فرنسا لن تقبل هذا. إذا نحن قدام هزال، هذا الهزال هو تعبير عن تراجع المشاريع الغربية قدرتها. أفريقيا الآن مثلا، أنتم شايفين المشهد الأفريقي، ثلاثية مالي بوركينا فاسو نيجر. طيب عندما تطرد أمريكا من النيجر، تخيلوا شو معنى هذا، وتقبل أن تنسحب. ما عملت حرب لما قالوا لها انسحبي، لما قالوا لها حكومة النيجر ما بقى لكم شغل هون أصلا بالأول، أني طردوا الفرنسيين ثم قرروا ما بدهم القاعدة الأمريكية. هلا شو الرواية الأمريكية؟ عذر أقبح من ذنب. الرواية الأمريكية أنه الإيرانيين أغرمهم بأموال ليطردوا الأمريكيين، لأن إيران عينها على اليورانيوم النيجيري. عظيم، هذا سبب لأمريكا تعمل حرب مش لتنسحب. أنه إذا إيران هي الطرف الثاني والموضوع منه قرار مستقل بحساب المصالح النيجيرية، هيك عم تقولوا كأمريكا، وأنه هذا له علاقة بالمشروع النووي الإيراني، وإيران بدها يورانيوم من النيجر، وهذا لأنه معناتها المشروع النووي الإيراني مشروع خطير. طيب هذا اعتداء على الأمن القومي الأمريكي، شو ناطرين يا أمريكان؟ ليش مثل الأرانب عم تهربوا؟ أو الرواية الثانية اللي بتقول الروس وفاغنر وإلى آخره. في الحالتين أمريكا التي لا تبقى في النيجر، يعني تسلم بأنها في دائرة التراجع الاستراتيجي، ما حدا يقول لي إنه هي مسلمة بسيادة الدول الوطنية، وإنه هلا عم تفاوض بالعراق لأنه هالقد عاقلين، يعني لو ما الضربات اللي نزلت على رأس القواعد الأمريكية ما قبلوا يفتحوا ملف التفاوض على الانسحاب. والآن في النيجر لو عندهم حسابات إنه هن حمل مواجهة بحجم ما يستدعيه التمسك ببقاء القواعد في النيجر لفعلوها. والآن لو عندهم قناعة أنهم حمل مواجهة مع أنصار الله في البحر الأحمر للدفاع عن ماء الوجه الاستراتيجي لأمريكا في حرب المحيطات والبحار، وكل ما إله اليمن يستفزهم أكثر، أنه بحر أحمر ما كفى، طيب رايحين على المحيط الهندي على رأس الرجاء الصالح، فرجونا مراجلكم. ما بقى فيكم تقولوا القصة مياه إقليمية هندية ونحن يمنية ونحن عم نراعي الاعتبارات السيادية. اليمن راح ينافسكم في المحيط الهندي اللي هي مياه دولية، اللي فيكم تقولوا انه هذا اعتداء على الملاحه واللي بدكم اياه وشرفوا، لا تتجرؤون. فاذا على المستوى الاستراتيجي واضح ان الولايه المقبله للرئيس بوتين روسيا مزيد من الصعود الاستراتيجي العسكري الاقتصادي، امريكا مزيد من الهبوط الاستراتيجي العسكري الاقتصادي، مزيد من التماسك الروسي على خلفيه الانجازات، مزيد من التفكك الامريكي على خلفيه التراجعات والانهيارات والهزائم. بالمقلب الصيني، ما رح نحكي عن الصين هلا وماذا تمثل، رح نحكي عن الاستثمار، الاستفادة الصينية من هذا الصعود الروسي. الصين ما عادت بحاجة تخوض مواجهاتها الآن. هون بدي ألفت الانتباه لمسألة، عادة الزعامة العالمية ما بتصنعها القوة الاقتصادية المطلقة، يعني إذا أنت قوة اقتصادية ضخمة مثل الصين ومنك قوة عسكرية مهابة الجانب، هذا ما بكفي لتعمل زعيم بالعالم، هذا بيعملك قوة عظمى أكيد، لكن أنت تحتاج إلى قوة مهابة الجانب عسكريا، وهذه القوة هي روسيا. وتاريخيا في كثير من الإمبراطوريات حكمت العالم دون أن تكون قوة اقتصادية أولى، يعني كتار بيغلطوا مرات لما بدهم يعملوا مقارنة بيقولوا الصين مرشحة لقيادة العالم مش روسيا، لأن الصين هي القوة الاقتصادية. هذا بعالم سلمي، بعالم يعني تحكمه القواعد المنطقية للعلاقات، أما بعالم شريعة الغاب لا، إذا أنت مش قوي وما عندك حليف قوي فبالتالي أنت تطحن، يعني تحاصر. ويحدد كان أصلا أحد المشاريع اللي عم يحكوا فيها المحافظين الجدد أنه إذا نجحنا في حربي العراق وأفغانستان وفرضنا إرادتنا على إيران بمضيق هرمز، سوف نحدد للصين كم برميل نفط لا تشتري ونسبة النمو المسموح لها تحقيقها في السنة وبأي سعر عليها أن تشتري برميل النفط، فبالتالي بيركعوها بالقوة العسكرية مش بشيء ثاني. الآن بوجود روسيا القوية التي تتقدم لتكون القوة العسكرية الأولى، هي استراتيجيا قوة عسكرية أولى، لكن لتصير بوعي الناس قوة عسكرية أولى يجب أن تنتهي حرب أوكرانيا وأن تنتهي بالطريقة الروسية
بالطريقة التي تناسب روسيا. وهذا ليس بعيدا، يعني احنا بدائرته أشهر وانفلق حاله في السنة القادمة، يعني لأنه هي سنة الانتخابات الأمريكية، السنة الجاية شو بده يعمل الرئيس الأمريكي، كان ترامب وكان بايدن. ترامب من هلا مجهز حاله، مشمع الخيط وبمشي، وانه خلي زلينسكي يدبر راسه، بده يدفعوا المصريات اللي اعطيناه اياهم، يعني يسلم بالهزيمه. ان بايدن ان اجى شو بده يساوي؟ يعني وعنده حامل يعني بطيختين، بطيخه منطقتنا وبطيخه اوكرانيا، وهو يلهث وعاجز ماليا وعاجز عسكريا، ووضعه الداخلي لا يتحمل، واذا فاز بالانتخابات راح يفوز على سوسو نقطه. فالصين ستكون امام فرصه ان تذهب بعيدا في خططها التنمويه الاقتصاديه، تحكم السيطرة الاقتصادية على العالم بخطوط الحزام والطريق. أوروبا ستتجه أكثر فأكثر، حلفاء أمريكا من السعودية إلى تركيا سيرتمون أكثر في الحضن الصيني، يعتكلون عليه ويعتمدون على مصارفه وعلى فائضه المالي النقدي الضخم الهائل. إيران ستصبح محور رئيسي في معادلة المنطقة باعتبارها المحطة الآمنة للمشروع الصيني على مستوى المنطقة. التفاهم السعودي الإيراني بده يكبر مفعوله أكثر. تركيا وتموضعها في الثنائية الإيرانية الروسية ومصالحتها مع سوريا بدها تحضر أكثر، وهكذا. هذا هو المشهد القادم، وهذا المشهد القادم على المستوى الاستراتيجي بالولاية الرئاسية الأولى للرئيس بوتين مقابله على المستوى الأمريكي مشهد استراتيجي معاكس تماما. وبالتالي ولاية الرئيس بوتين تفتتح عهدا استراتيجيا من وجهة نظري هو عهد الزعامة الروسية عالميا على قاعدة حلف متماسك مع الصين ومواجهة ناعمة هادئة لإنهاء مشروع الهيمنة الأمريكي. السلام القدسي لكم وعليكم.